هذه خاوتي جيب لي ريد وقبل لا تطفني القرايه ان شاء الله يابا. ثم معكم سيدي أقتل الأدواء ما زيد مطالع يا طرش عجل بمسراك اخذ لي رسالة عتب وياك. الإمام زين العابدين طبعا أول يعني ما كل خدامي يحبه او نفضي به اله. بس شلون شخص يحب شخص وهو ما شافه؟ تقول في امثالها فلان قصير النسب، وقصير النسب يعني اللي ما يحتاج ان يعدد عده اباء. انت تحبه وصل الى ابو لامعين في اله. لا في احد ما يحب فلان زين العابدين من ناحيه الاباء ابن الحسين. وانت ما شفته والى هنا وقف، ما تحتاج ان تطعن في الاباء الواقع ابن هالقمه. لازم يحس بوجود حبيبي ومن ناحية ويختلع بوجودي. أمه شهزنان ابنة يزدجر. الله يعودكم. يعني لهالدرجة حتى الصغير يقدر يشارك في خدمة الإمام الحسين؟ يا ولدي من اليوم أنا عمري 8 سنوات وأنا أخدم الإمام الحسين عليه السلام، يعني من يوم كنت صغير وانا اخدم الامام. الحين ما فيني شده، ما عادت قوتي مثل الاول. لنعيش من بعدك قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله، الحياة من بعدك مرة. الذي حلت بفنائها